انها لحظات اكبار واجلال لهم، والعدو الصهيوني يمارس اجرامه ضدهم داخل السجون الصهيونيه من خلال التعذيب المستمر، من خلال العزل الانفرادي، من خلال الاهمال الطبي. مئات المرضى داخل السجون الصهيونيه يعانون امراضا مختلفه وينتظرون موتهم في كل لحظة. الغربية وفي القدس وفي أراضي 48 تشتد هذه أن الإنسانية تنتهك داخل السجون الصهيونية. فأين مؤسسات حقوق الإنسان هذه التي تدعي أنها تدافع عن الإنسانية؟ ونحن نطالب أمتنا العربية والإسلامية اليوم أن تنهض من أجل هؤلاء الأسرى الذين يقضون سهرات شبابهم. يا إلهي، بغير ذنب سوى الإسلام. المطلوب من السلطة الفلسطينية أن تعمل على إيجاد استراتيجية فلسطينية موحدة من أجل مواجهة الجرائم الصهيونية المستمرة. فصبرا يا أسير فأنت حر، إلى الأخرى بنا قد